الطبيب واش حنا ولاد المغرب لا تغطي لا تطبي واش حنا ولاد المغرب لا تغطي لا تطبي واش حنا ولاد المغرب لا تغطي لا تطبي واش حنا ولاد المغرب والمنتوب سيد غسي واش حنا يا ولاد والمنتوب بالغسي داك الحبيب ماشي حيدان والمنتوب بالغسي داك والمحلي ماشي حيدان والمنتوب بالغسي داك والمحلي ماشي حيدان والمندوب بالغسيدان والمحلي ماشي حميدان والمندوب بالغسيدان والمحلي ماشي حميدان والمحلي ماشي حميدان والخداع في خطر وداع وداع والخداع في خطر وداع وداع والخداع في خطر وداع وداع والمحلي في خطر وداع وداع والمحلي في خطر وداع وداع شن نهار دوس دير وقفه الاحتجاجيه ما غاش شن عليا التاس يعاني الجدود عاني الاباء عاني الشيء اللي قد على عاد ومازال عاد قزرعه المعاناه شن لقيت عاون الشيء اللي خصنا نسلم على زيد الدوله الشيء كمواطن باش معروفين غير الدوله غير معروفين لحقاش الشيء ديال القطاع شن من سير غير خصنا 150 نائب برلماني والواحد يوجه سؤال لقيت على الفئه الهشه غير المواطنين البحاره حتى يجوا غادي يسيو ديال البرنامج غير خصنا 150 نائب 150 ديال الغرفه الاولى ديال الغرفه الثانيه يمثل قطاع الزيت البحري يسيو من خط الباب 120 ديال الكيدين واش ديت مثلا صوت الغاز صوت الغاز صوت الدغات الجمعية باش اللي غادي يعود بدي الغرفة الثانية غادي يمشي يصدموا مستشارين باش غادي يصور القطاع السيد البحري يصور خطر باخ الأئمة الأئمة قادر الوزارة الأوقاف يتجمع عليا الزيز ويييي الناس دور غير يصورن غير غينا حتى الشي الكلمة ديما ديما من دماغ ذي الغرف ذي المجلس النواب ذي المجلس المستشارين حتى ذي مجلس الحكومة ما نسيت شو ما مش حاس قاميك نوس بالدم يعني باش الشيء هذا لا واحد لا واحد شهر 11 30 دي 10 شكون اللي جاوا في الاحتجاجيه وردي الجوار غيسيو الخباخ سامحان الله يرحم الوالدين مالا اوانا ستسيورد مالا بوركي غطاس الرأي العام يتسقسى مع الرأي العام يعرف يجي الاحتياج ضم قران يجي الخصص ضم قران دي السوق بخصوصي سلمان نسن بانه ذا بلين صاع ازياد يعني زي 50 نار رويا سيدا نتا مار كيس نكوري جيني تخدم الواشهم يتخدم الطاس العائلات القطاع حيوي ذا الطاس مسؤول خاص يجن الوزير معروف بانه يجي الوزير قارس الشين توجه له الانظار وانت قانص بانه انت ذي الحكومه بصفته يعني ونغني بتريما ذي جن يعني راي سوري ثاني تامين غتوجه من يعني المعاناه تتعي حس مغاد اخر انه منهاره كفئه تمثالي بحريين. شنو المعاناه غير غمزوها باش اخي الكريم؟ ما هو شنو ندير بحال ما هو القليج من غريت واسع عليه جمهور غريت انغاق هذا نهار شي ايتي فرز الاقتطاعات انت تدخل تسالي القانون ولكن الواقع ما تولي والو بالنسبه تبي الوزير شي الوزير تولي كثاريه في لا حوال ربح هو كيس والو ربح انت المطاريف السكر المطاريف السكر والو ما نعرف ما ديرش المناورات ديرش المؤامرات غادي خلق قطاع وما نعرف ديرش نوذان راني تداد باش واش تسول خلق قطاع ما نعرف الاخوان باش نسقسا يعني كنيو ذي المسيره من النضاليه رخونا نتسرى بانه 20 يوم 21 يوم كنيو تبدل 20 يوم يعني مين يعني المصاري تكسيم يعني ما تقاقبهم في ورا من توريم يعني ما نيثرو حام ما يستقبلي كنيو حاد ما هو كنيو يستقبل حاد يعني باش تسيو مخدم سرايين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين بسم الله الرحمن الرحيم نعرف الشيخ فين المراد الرئيس مسير مراكب السيد لحد الان اليوم 25 يوم حنا واقفين حنا كنعانيو بهذا وصلنا طرقنا الابواب المعنيه مشينا وصلنا حتى الوزاره تما ما استقبلنا حتى شي واحد مشينا عاود مشينا ما استقبلونا شي وما رضاوش حتى يخرجوا علينا باش يعرفوا المطالب ديالنا حنا غير جلسنا معاهم على طاولة الحوار حنا المطالب ديالنا الحمد لله حق مشروع
هذا الشيء اللي كنطلبوا به هذا المازوت هذه فين وصلت دابا راه وصلت شي اثمنه خياليه 6800 ولا 6300 درهم على حساب ترونسبور كاين فرق ديال ترونسبور هذا الشيء حنا ما كيخرجناش وحنا صاحب الجلاله الله ينصرو في الخطاب السامي الاخير كيقول بانه باش نقربوا المؤسسات من المواطن هذا الشيء حنا كنشوفوا هذه المؤسسات كيتجاهلونا بالنسبه لهذا القطاع خاصه قطاع الصيد البحري خاصه والبحري بصفه عامه البحري ما عنده شي كرامه مع ان هذه المهنه مهنه مقدسه هذه المهنه باش تسمح بولادك تمشي تغامر الامواج البحر على 50 60 درهم هذا الشيء اللي كيربح البحري صحاب ليكم البحري شحال كيربح غاني البحري عنده 60 70 درهم واش تعذوا مهر احنا الحوت ديالنا الحمد لله راه طروه سمكيه على الصعيد العالمي كتخرج لبرا وكاملين كيموتوا على الغد المغرب ولكن البحري ما عندوش القيمه البحري اللي كيجيبوا اللي كيغامر الامواج اللي كيسمح بولادو اللي مقسم همش من جميع القطاعات راه ما عندوش القيمه احنا اليوم على جينا هنايا احنا في الاول راه ماشي حتى جينا درنا وقفه احتجاجيه مع ان هاد الوقفه احتجاجيه سلميه 100% وقانونيه في اطار القانون هذا الشيء احنا جبناه بقانوني وعلى الصعيد الوطني كله ماشي على الصعيد ميناء الناظور وصافي احنا جينا هنايا باش نوصلوا المعاناه ديالنا للوزاره حيت مشينا حتى لعندهم ما استقبلوناش استنكروا جميع اللي مسؤولين على هذا القطاع ما عطاوناش القيمه مره ما بغاوش حتى يفتحوا معنا حوار الحوار اللي بغينا نحققوا فيه هذا الملف المطلبي راه الحمد لله راه ماشي شي حاجه اللي ماشي في المتناول هذا الشيء كلشي معروف هذا الشيء كلشي النقطه وقعت البارح ما مجلس المستشارين النقطه وقعت البارح في مجلس المستشارين كان من عاده الحكومه ماشي لا غير شي وزير كاين شي وزير اخر في اطار التضامن الحكومي كما كيقولوا كيجاوب كينوب عليه وزير البارح احد رؤساء فرق البرلمانيه في مجلس المستشارين ما حتاش نذكر الاسم ديالو في اطار هذا السؤال هذا عن القطاع ديال الصيد البحري الوزير غاب وما حتى شي واحد يجاوب في بلاصتو كاين الكاتب ما كان حتى شي حد وتطرح السؤال في هذا الاطار هذا ديال قطاع الصيد البحري على ان هذا كيعني على ان الوزير يعني ما مسوقش كما كنقولوا بالدارجه ديالنا مشى كانت عنده شي اغراض اخرى الله اعلم ما وما كما قلت لكم في اطار التضامن الحكومي حتى وزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان ما جاوبش قال له راه ما كلفنيش الوزير باش نجاوب ما جاوبش هذه النقطه اش باغيه تقول يعني ان الوزير كيتماطر يعني ان الوزير ما مسوق ليناش يعني ان البحار مقهور يعني ان البحار كيتنحت بجميع النعود السلبيه مهما كانت وشفنا في المغرب الازرق شي نعود ما يبقاش نذكروها يمكن شفتوها واش عيطت الله حنا هكاك حنا ماشي بشر يعني بغيتوا تقولوا بان اخنوش طحن البحار بحال داكشي اللي كاين داكشي اللي كاين حنوت يعني ان الوزاره عطات الاهميه لقطاعات اخرى اكثر من البحر وهما عندهم وزاره واحده في الفلاحه والتنميه القروية والى غير ذلك ولكن البحر ما تعطى ليه والو والسلام عليكم نيغاش انت جوينا في وقفه احتجاجيه سلميه لان البحري اللي تعاني صوتس اولا الصحه هاك شكينا غادي هاد بلاكا ولكن الصحه البحري اللي تعاني بزاف بلا الغياب بلا الرغبه بتسيري خانم شتي نعمص وانا تستعذرني فوق حصتني والو وانت انت ماشي نعم خنوش ديال الملكيه في القانون من الزيت غانعم للشين لان السيد خنوش يجوه مشارق الارض ومغاربها مزيت تجوبه ديال الملكيه ولكن نشين دانيتا محرومين ضد ديال الملكيه هي خص الزيت نعم ماش زيت نعم النيثنيا اني تفن المناصب الدوله ان اللي يدا ديال الفساد ديال المواقع في سن القطاع وهذا الشيء نقع العنايا لا ديال الصحه لا ديال المحروقات لا في الاقتطاع الجنوز قدو قد 8 تكسنا نغزي سوسيو يخصو هذا تكسن جاز سوسيو غير تكسن مش تكن الدول المقدمه في فرنسا مش تكن الدول المقدمه غير تزنزني غا كسن ويلاد غا كسن الطاكسي تكسن زير ماشين الشد وهذه السياسه غا تكسن 1300 درهم غا تكسن دي مليون خمي غا كسن مانيني تجانا نغسطو تجانا 40 50 وغسطو 50 مليون وغسطو غير تجانا اما هي بحريه مين غايوي باب القطاع مين غايوي رخو يتهمش باب القطاع يتهمش كيسو بحري والسلام عليكم انت ماشي عمرو